يمكن أن نعرف الدين بجملة من العقائد والتعاليم تجيب أساساً على تساؤلات الإنسان على مسألة الوجود، فكيف الانتقال من خطاب موجه أولاً إلى العرب كي يكوننا ويتجه إلى العالمين إلى يوم الدين؟ فمنطق الثيولوجيا ومنطق الأحكام ومنطق العلوم الحقة ومنطق العلوم الإنسانية مناطق مختلفة، العقل يتعامل معها بأبيستيمولوجيا منفردة. الإعجاز اللغوي بالنسبة لنا مفقود، لأنه فقدنا الأسلوب العربي الذي كان عند الأوائل. كان معجز بالنسبة لهم لأنه نزل بلسانهم، أما بيننا وبينهم يعني بون شاسع. لابد أن يكون خطابك كونيا، تتكلم مع الإنسان، الإنسان مسلما كان أم غير مسلم. أيها النظار الكرام، مرحبا بكم. يسعدنا في هذا اللقاء الحواري أن نستضيف مفكر فرنسي وهو من أصول مغربية، السيد طارق أبرو. السيد طارق أبرو له مجموعة من الكتابات باللغة الفرنسية وبعضها مترجم إلى اللغة العربية، وله اهتمام واسع بأمور متعلقة بسؤال الدين وسؤال العلم وسؤال الفلسفة وإلى ما غير ذلك من القضايا الآنية. سيد طارق أبرو، مرحبا بك. يا أهلا وسهلا، وسعدنا وسررنا بلقائك. شكرا على الاستضافة. بارك الله فيكم. شاركتم في الندوة التي نظمت مؤسسة مؤمنون بلا حدود بالشراكة مع كلية الأداب جامعة شعيب الدكري هنا بالجديدة، في ندوة حول الدين والعلم من منظور فلسفي. نسألك، ما هو الدين وفق مقتضيات الزمن المعاصر اليوم والذي موسوم بالتكنولوجيا وبالعلم وبسياقات معرفية في تقديري أنها غير مسبقة؟ ما هو الدين في تقديري؟ تعريفه؟ يمكن أن نعرف الدين بجملة من العقائد والتعاليم تجيب أساساً على تساؤلات الإنسان على مسألة الوجود، تساؤلات ميتافيزيقية وجودية، وهو جملة أحكام توجه الوجدان والتصرف في هذا الكون. نعم. وهو يرجع إلى نصوص الإسلام كدين، مرجعه الكتاب والسنة، فهو نصوص مرجعية. أما التدين فيخضع إلى الفهم والتطبيق، فننتقل من الدين كدين. نعم. ثم البعد التاريخي لاستقبال هذا الدين فهما وتطبيقا، وهنا قد يقع الخلل. نعم. والخطأ، وقد يكون الصواب. نعم. إذا كان التدين منسجما منطلقا من تساؤلات ومقتضيات العصر. نعم. إذ التدين هو تطبيق الدين على واقع، ومن أخطأ الواقع أخطأ التدين. القرآن نفسه يجيب على تساؤل وعلى وضع، يسألونك. نعم. ولذلك القرآن لم ينزل جملة واحدة، يتعامل مع حركة التاريخ. نعم. فهو وحي. نعم. مطلق لكن في تعبيره نسبي. نعم. بلسان عربي مبين. نعم. بين قوم لهم تاريخ وعراف وعادات، فكيف الانتقال من خطاب موجه أولا إلى العرب كي يكوننا ويتجه إلى العالمين إلى يوم الدين؟ نعم. هذه عملية ينبغي على المجتهد. نعم. أو الدارس للدين يعني أن ينتقل من الوضع التاريخي للزمن القرآني حتى يكون هذا الدين منسجما مع واقع من هو معنيون بالأمر. نعم. يعني دكتور، حسب ما فهمت بأن التدين متحول ومتغير ومتنوع، بينما الدين ثابت. الدين مرجعية. مرجعية. نصوص. نصوص في الإسلام. نعم. القرآن والسنة وحي. نعم. يعني نص مؤسس. المرجعية شيء، وتفسير المرجعية وتطبيقها شيء آخر. نعم. المعصوم هو النص.
للفهم والتطبيق. وهناك قاعدة ربما أجمع عليها العلماء، أن المطلوب من المؤمن في تعامله مع الدين، المطلوب منه طلب الحق لا إصابته. طلب الحق لا إصابته. نعم. هذا هو المطلوب، أن يبحث. فالخطأ وارد في الفهم وفي التطبيق، لكن المراجعة هي التي تسمح بالتدين أن يتصحح. فإذا تغير العرف وتغيرت العادات وتغيرت مقتضيات العصر، ينبغي أن تكون القراءة للدين تجيب هذا الواقع. يعني القراءة للنصوص المؤسسة اللي هي القرآن الكريم والسنة على ضوء العصر. كما أن القرآن أدخل في منظومته الخطابية عادات العرب، هو في نفس الوقت يؤسس لنا منهجية في التنزيل. كيف ننزل اليوم الخطاب القرآني على عالم ليس له علاقة البتة مع العالم الذي أنزل فيه القرآن أيام الزمن القرآني؟ لكن دكتور، بناء على كلامك هنا يعترضنا إشكال منهجي معين. يعني قلت بأن الدين يكمن في النصوص المؤسسة، وهذه النصوص المؤسسة خاصة القرآن الكريم جاء ملتحما ومنسجما مع زمن النزول. هل يمكن أن نتحدث من داخل النص المؤسس على مساحة يمكن أن نطلق عليها بأنها هي الدين، ومساحة أخرى هي التدين من داخل النص نفسه؟ بالطبع، أولا القرآن هو تعاليم كما ذكرت، ولكن هو منهجية في نفس الوقت. كيف تعاملت هذه التعاليم مع وضع معين؟ فالتنزيل كمفهوم مؤسس لمنهجية في تنزيل الخطاب الديني في واقع معين. فالدين مصدر والتدين تطبيق وفهم لذلك المصدر. حتى من داخل النص نفسه القرآن الكريم هو من داخل في مساحة للتدين من داخل النص، متبدلة ومتغيرة ومتحولة. بالطبع عندما يتحدث عن تشريعات، أنا أظن أن هناك مجال لا يتغير في الدين. ما هو؟ والعقائد الثابتة الكبرى، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هذه عقائد مجملة لا يطلب من الإنسان أن يدخل في تفاصيلها ثابتة، لكن قراءة التوحيد قد تدخل الفلسفة، قد تدخل تساؤل التي تطرح الحداثة. لأنه الخطاب على التوحيد اليوم ليس هو الخطاب على التوحيد البارحة. فالمبدأ لا يتغير، العقائد لا تتغير، لكن طريقة التفسير والعرض قد تتغير، فهذا مجال لا يتغير. ثم العبادات لا تتغير، وهي العبادات غير المعقولة كما يقول الفقهاء قديما، كالصلوات كالصيام كالحج، فهو نسك ينظم العلاقة بين العبد وربه من خلال حركات ومن خلال كلمات تنظم العلاقة الروحية الوجدانية بين المخلوق والخالق. إذا كان هذا الأمر بالنسبة للعقائد والعبادة، وماذا عن التشريعات التي تبقى شرعها القرآن الكريم من حدود ومن ما يتعلق بالإرث ومن فقه المرأة وغير ذلك؟ يمكن أن أختزل اختزالا شديدا هذا المجال فأقول القيم الأخلاقية لا تتغير، العدالة، المساواة، الكرامة، العدل، قيم أرساها القرآن في آيات أسميها آيات مبدئية لا تتغير. وهناك آيات ظرفية ترجمت هذه المبادئ في وضعية معينة. فأقول باختصار شديد دون أن أدخل في تفاصيل، القيم لا تتغير، الآيات القيمية لا تتغير، لكن صور الأحكام تدخل العادات والمصالح ودفع الضرر، وهذه روح الشريعة، نسميها بروح الشريعة. النص في خدمة الروح، فإذا حافظنا على جسم الشريعة وقتلنا روحه فإن الشريعة ستصبح جسد من غير روح. نسمي مقاصد الشريعة، روح الشريعة، مراعاة المصالح، العرف العام،
العادة شريعة محكمة. طيب دكتور، حديثك عن موضوع القيم، نوسع الدائرة أكثر، لأن الدين يعني مفهوم شامل يعني يشمل كل الديانات. موضوع القيم هذا الذي تحدثت عنه بأنها ثابتة وبأن تنزيلها هو الذي يتحول ويتبدل يعني على حساب الزمن والمكان، كيف نفهم موضوع القيم في علاقتها بالنصوص الدين الأخرى في المسيحية مثلا؟ هل نفس الأمر بالنسبة للنص الديني المسيحي هو نفس الأمر بالنسبة للنص الديني الإسلامي يعني القرآن الكريم؟ وطبيعة النص القرآني ليس هو طبيعة النص المسيحي. العهد القديم فيه تفاصيل اختلط فيها التفسير بالوحي والتاريخ بالعقائد، بخلاف القرآن فهو كلام الله لكن راعى العرف اللساني وعادات العرب. طبيعة النصين مختلفتين جدا. ولذلك بالنسبة للمسيحية الوحي ليس هو الكتاب، إنما هو عيسى. لأنهم يعتقدون أن الله حل في عيسى، كلمة الله حلت فيه، فالوحي عندهم مجيء الله بذاته. أما في الإسلام فالله يعني كلمة الله حلت في سيدنا عيسى يعني عيسى هو الله. عيسى هو الله بالنسبة لهم. فبالنسبة لهم الوحي هو مجيء الله بذاته في جسد عيسى. بخلاف الوحي عندنا هناك مباينة بين الموحي والوحي، ولذلك نتكلم على الآيات تدل على شيء لكن لا تكشف الحجاب عن حقيقة الله. حتى الخطاب، حتى اللغة هي تدل على شيء ينبغي على المفسر أن يبحث عنه، ولذلك الأحكام خاصة في مجال المعاملات معللة. يريد الله بكم اليسر، دائما الأحكام المعاملة معللة بالطبع. حتى الأسماء والصفات التي تدل عن الله هي أسماء تقريبية ولا يحيطون به علما. فاللسان بطبيعته نسبي في تعرية المعاني. يعني سيد طارق، هل يمكن الحديث عن منظومة قيمية في الأديان جملة متقاربة، إن لم نقل يعني واحدة، ما بين الإسلام والمسيحية والبوذية وكل الأديان؟ هناك اختلاف في العقائد الكبرى. عن التوحيد، عن المصير بعد الموت. اختلاف ميتافيزيقي. نعم صحيح هذا، ولكن أنا أتحدث عن البعد القيمي في محبة الناس بعضهم في الخير وفي السلام وفي الأمن. سأتيك إلى هذا المجال. المعاملات الأخلاقي. الخصوصية، يعني لأن الغاية والمقصد من الدين هو الإنسان، والإنسان ينبغي أن يكون خيرا وأكبر خير، وأن يكون الناس مسالمين ومتحاورين ومتعارفين بعضهم بعضا. هو الإسلام جاء ليكرس الأخلاق الكونية. يأمر بالمعروف والمنكر. إنما بعثوا لأتمم مكارم الأخلاق. إنما الخصوصية في العقائد والعبادات. التي تخص العبد وربه. أما العلاقة مع الكون ومع الآخر فهي كونية تماما، جاء القرآن ليقرها، لأن الله فطر الناس عليها من قبل أن تشوه الفطرة. فجاء القرآن يذكر المؤمن بما نقشه الله في فطرته. نور على نور. ولذلك الإمام الغزالي يقول الوحي عقل من الخارج، والعقل وحي من الداخل. ولذلك جاء القرآن بما لا تعي به العقول. جيد جيد دكتور، على مفهوم العقل، ونحن نتحدث عن الدين، يعني في سياق التداول الإسلامي ما مفهوم العقل؟ هل هناك نوع من التداخل أو التدامج ما بين الدين والعقل، أم أن العقل شيء والدين شيء آخر؟ يمكن أن نقول العقل هي الملكة أو الوسيلة التي بها يتوصل الإنسان إلى معرفة الحقيقة. فإذا ألغيت العقل ألغيت الوحي، لأن من يقر الوحي هو العقل. فلا يستسلم الإنسان إلا بعد قبول عقله للوحي. أو لم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم معقبا على هذه الآية: نحن أحق بالشك من إبراهيم، فيما يروي البخاري. وهذا الشك منهجي، هو الذي يجعل من العقل يتحرك دوما إلى معرفة الحقيقة.
وبالتالي يمكن أن نقول أن القرآن ليس نقطة وصول، إنما هو نقطة انطلاق للعقل، لأن بانقطاع الوحي إفساح لمجال العقل. فلا بد أن نولي للعقل مكانته التي أعطاها إياه القرآن. أفلا يتدبرون، الله يتكلم مع العاقلين. فمن عطل هذه الآية لا يصح تدينه. نعم نعم دكتور، ونحن نتحدث عن العقل، يعني هذه المساحة بشكل بآخر فهي تصب في دائرة العلم، يعني في تقديري هل هناك مساحة مشتركة ما بين العلمي أو الديني، أو أن العلمي والديني دائما متقابلان؟ أولا لا يمكن الجمع بينهم، يعني بمقتضيات المناهج المعرفية اليوم المعاصرة، وهذا في خلاف. أولا في ظني أن العقل يشتغل في جميع المجالات حتى المجالات الغيبية. نعم. في العقائد، في التشريعات، في الأخلاق. كيف ذلك دكتور؟ يعني عندما القرآن يتكلم على أنه لا يمكن أن يكون للكون خالقين. لأن من خصوص الربوبية أن يستقل بالأمر. لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، فيعطي مثال للعقل. ولا يمكنك أن تعرف الغيب إلا عن طريق الظواهر المحسوسة الملموسة. ولكن هناك من يعقب ويقول بأن الدين يأتي بعموميات وبأمور لا يمكن البرهنة عليها، بينما العلم هو مختبري دقيق ويعطي استنتاجات دقيقة جدا، إذن وبالتالي فهم عقلاني يصعب أن يتلقى أو يصب بعضهم في العقل. هذه النظرة موجودة أم لا؟ هو العقل يؤقلم منهجيته على حسب الموضوع والميدان. فمنطق الثيولوجيا ومنطق الأحكام ومنطق العلوم الحقة ومنطق العلوم الإنسانية مناطق مختلفة، العقل يتعامل معها بأبستيمولوجيا منفردة. لكل مجال أبستيمولوجيته، ولكل مجال نظرية تخصه. فالعقل في كل المجالات. أما إذا تكلمنا على العلوم الحقة فهي تخضع إلى منهجية عقلية. لا يطلب من المؤمن أن يستشير النص الديني ليبحث عن الكون، لأن القرآن نفسه يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لا يقول انظر ما في الكتاب لتعرف ما في الكون، بل يحفزه إلى الخروج من نطاق الكتاب المسطور إلى الكتاب المنشور. ولذلك أنا أتكلم شخصيا على نظرية الكتب الثلاثة أو المصادر الثلاثة، الوحي والكون والعقل. الوحي والكون والعقل. إذن القرآن يحيلك إلى مصادر أخرى للمعرفة. ولذلك اشتغل الفقهاء بالقياس والاستحسان، وادخل الفلسفة الإغريقية بكل المنظومة الكلامية. بكل بساطة السؤال هنا دكتور، يعني بشكل دقيق، هل العلاقة ما بين الدين والعلم بشكل عام هل هي علاقة فصل أم علاقة فصل؟ هي عندما أنا أتكلم على استقلال المجالات بعضها عن بعض، هذا لا يفيد أن هناك قطيعة. لكن المنهجية البحث في الظواهر الطبيعية لا تستقي منهجيتها من الكتاب والسنة. لأن القرآن والسنة يحيلك إلى منهجية كونية. هو أصلا القرآن يتكلم مع العقل الإنساني، ليس مع العقل المسلم. ليس هناك عقل مسلم وعقل كافر، هناك عقل الإنسان. أصل القرآن جاء يخاطب المشركين. يعني في تقديرك أن مفهوم العقل مفهوم كوني؟ كوني، لأنه حتى الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات يقول أن اجتهاد الكافر يعني غير المسلم مقبول. لأن القرآن نصوص. فالإيمان والذكاء لا علاقة بين الإيمان والذكاء. قد تكون مؤمنا لكن ليست عندك الأهلية. إذا كان الأمر على هذه الحال، يعني في زمننا هذا، لماذا الفكر الديني أو الخطاب الديني يعني الإسلامي يعني غير منفتح على العلوم الكونية وعلى العلوم العقلية؟ وأنت تعرف هذا، يعني هناك علوم شرعية شبه منفصلة تماما على ما يجري يعني في العلوم الكونية. لماذا هذا الفصل وهذا التباعد؟
إلى درجة مثلا نحن كما هو متداول ومعروف أن طلبة العلوم الشرعية لا صلة لهم مثلا بالعلوم الكونية من رياضيات من فيزياء ومن اقتصاد. لا بد للعالم الديني أن يكون مطلعا على علوم عصره، وإلا لا يكون عالما. وقديما كانوا يسمون العالم من كان عالما بالشرع، عالما نعم. بالعصر. ولكن لماذا هذا الفصل؟ يعني في الحقيقة الانهزام العقل الديني أمام المعلومات الهائلة الآن المتوفرة. هاد الأنسيكلوبيديين، هاد الناس الموسوعيين قل وجودهم الآن. احنا في مجال التخصصات مع الأسف الشديد كل المتخصصون في مجال منعزلون عن المجالات الأخرى، حتى في العلوم الإنسانية والعلوم الحقة. لكن لا بد للعالم الذي يتكلم باسم الدين أن يكون مطلعا على سوق المعرفة الموجود، لأن القرآن تكلم بمعنى بعصري. بمعنى باختصار بأنه كلما العالم الدين كان مطلعا على العلوم الكونية وعلى المعارف العصرية إلا كلما كان اجتهاده في النص، كان اجتهاده وتأويلاته للنص الديني والديني يعني مناسبا للزمن. بمعنى أن المشكلة تكمن بأن المشتغلين بالأمر الديني أنهم غير منفتحين على علوم زمانهم، هنا يكمن المشكلة. هو المشكلة سياسية بالدرجة الأولى. لأنه التعليم والتربية خاضع إلى التوجهات السياسية، فلا بد أن نخصص للعلوم الشرعية أنجب أبناءنا أنجب أبنائنا، ويكون تكوينهم خاص في الكليات الشرعية وكذا، أن ننتقي أفضل الناس، وأن يكون عندهم مكانة اجتماعية مرموقة، لأن الناس زاهدوا في العلم لأنه لا يعطي مكانة اجتماعية في المجتمع، بخلاف العالم في القرون الوسطى كانت لهم مكانة اجتماعية. فهذا مرتبط بالسياسة أيضا. مرحبا بكم مجددا في هذا الحوار مع المفكر الفرنسي من أصول مغربية السيد طارق قبل. سيد طارق مرحبا مجددا. طيب، هناك وجهة نظر متداولة ومعروفة يعني تتحدث عن الإعجاز العلمي، يعني ما هو تقديرك يعني وتحليلك لهذا الموضوع؟ والذين يقولون بهذا الموضوع كثر في العالم الإسلامي، لهم وجهات نظر، لهم استدلالات، لهم جملات، ماذا تقول لنا في هذا الشأن؟ أولا، طبيعة النص القرآني لا يمكن أن تصطدم معه حقيقة علمية ثابتة، بخلاف الوضع بالنسبة للنص العهد القديم خاصة. فللقرآن هذه الميزة، مفتوح على كل النظريات العلمية، لأنه لم يتطرق إلى تفاصيل الخلق كما تطرقت إليه نصوص العهد القديم مثلا. أما أن نعتبر أن القرآن مصدر للمعرفة العلمية فهذه مبالغة، وقد تكون انتكاسة للفكر عند بعض الناس، وهو ما نسميه بالتوافقية. ننتظر الغرب كي يكتشف حقائق وأسرار في الكون لنقول على كل حال هي موجودة في القرآن. لكن قد يسائلون الناس بما أنه في القرآن، لماذا لم تعثروا على هذه الأسرار في الكون؟ لأنه في الحقيقة هذه عملية يعني قد تكون نوع من الانهزام أو عقدة النقص عند بعض المفكرين الإسلاميين. القرآن كتاب هداية، ولكنهم يحتجون ويقولون بأن القرآن الكريم هو كتاب علم، وتحدث عن الجبال وعن البحار، ويتحدث عن قضايا كثيرة، هم يتدرعون ويحتجون بهذا، ما تقدر تتكلم على هذا؟ لأنه طلب منا أن ننظر في الجبال لا أن ننظر في القرآن. إلى درجة أنهم لهم وجهات نظر يعني واستدلالات بأن بالفعل ما قالت بكثير من مقتضيات العلمية أن الآيات القرآنية تنطبق وتنسجم مع ذلك. لكن ينسى بعض الناس أن النظرية قد تتغير، ويقولون بأنه كيف الزمن السابق يعني مقتضياته المعرفية لم تسمح للرسول الكريم على فيدنا، وبالتالي فهو إعجاز. لا، إعجاز كلمة مبالغة فيها. إعجاز القرآن
هذه مسألة كلامية عند القدماء، هل هو معجز بأسلوبه أو ما يسمونه الصرفة، أن صرف الله الناس على أن يأتوا بمثله. مسألة الإعجاز أولا مسألة كلامية تحتاج إلى حوار. هل بالفعل القرآن معجز في تقديرك سيد طارق؟ أنا أظن أن الإعجاز اللغوي بالنسبة لنا مفقود، لأنه فقدنا الأسلوب العربي الذي كان عند الأوائل. كان معجز بالنسبة لهم لأنه نزل بلسانهم، أما بيننا وبينهم يعني بون شاسع، لا يمكننا أن ندرك الإعجاز اللغوي للقرآن بشكل بسيط جدا. كتب بعض الناس الباقلاني وكثير الإعجاز للقرآن، وهذه كلام يعني طويل وعريض في هذه المسألة. أما أن تزيد إعجاز العلمي في القرآن فهذه مبالغة أخرى. القرآن يحثنا على النظر في الكون. طيب. قل انظروا ماذا في السماوات طيب والأرض. هذا على المستوى الآيات، ولكن ماذا على المستوى يعني نظرية يمكن من خلالها أن نفهم نوع من التداخل أو الترابط أو الإيحاءات الموجودة في القرآن الكريم في علاقته بالكون؟ ويمكن أن نفسر القرآن بما ثبت من الحقائق العلمية، ولا يضرنا أن ندخل بعض النظريات العلمية في تفسير بعض الآيات. أنت مع التفسير العلمي للقرآن الكريم؟ لا، كما فعل الأوائل كانوا يفسرون القرآن بمقاربة كلامية أشعارية معتزلية مصنبة من الفلسفة آنذاك وبحسب العلوم المتاحة، لأن القرآن قراءته متجددة على حسب ما أتيح للإنسان من معارف. فالتفسير يتجدد، أما النص يبقى هو ما هو عليه، إلا أنه لا ينبغي أن ننزل التفسير منزلة المفسر. ولذلك المعصوم هو النص للتفسير. فإذا وضعنا هذه القاعدة فلا بأس أن ندخل المعارف، ولكن بشرط أن نعتقد أن هذه المعارف ثابتة. ولكن السيد طارق، على ذكر كلمة تفسير في سياق تداول الاصطلاح القرآني، كلمة تفسير يعني القرآن الكريم ولا يتبناك بمثل إلا جئناك بالحق، جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهنا يعني اصطلاح تفسير منسوب إلى الخالق عز وجل. أيوة، هذا كلام موجه إلى عربي الزمن القرآني. ليس لكل الإنسانية، لأن الإنسان يطرح بمعنى قلنا تفسير القرآن بمعنى هو في حاجة إلى توضيح، إذا بالتلف هو مبهم. بالطبع القرآن فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات، وأغلب القرآن وأقول الحمد لله لأن القرآن الله سبحانه وتعالى فسح مجالا للإنسان حتى يدخل معه في حوار ليتحمل مسؤوليته في التفسير، لأن من فسر القرآن أو فسر الدين يمكن أن يساهم فيه. فأنا أظن أن مفهوم الوحي هو فضاء يلتقي فيه الإلهي والإنساني، وحمل القرآن مسؤولية الاجتهاد، أن قضية الذين يستنبطونه منه هو واجب. قراءة القرآن واجب، كذلك قراءة القرآن لا تستقل بذاتها، لا بد أن ننفتح على الكتاب المسطور وننفتح كذلك على المعارف الكونية. الكتاب المسطور يعني القرآن الكريم، ثم المنشور هو الكون، ثم الكتاب المستور هو الفطرة. لينبغي أن نكتشف بعض الآيات التي هي مبتوتة في الفطرة الإنسانية الكونية، ثم هي مبتوتة في الكون. من يرى سيد طارق، من يرى يعني ويدعو لي للقول بالنظرية الجمع بين القراءتين، أنا قراءة القرآن الكريم وقراءة الكون، يعني قراءة متكاملة بعضها من بعض؟ بالطبع لا بد من التكامل، يعني كما ذكرت لك، لكن المنهجية في البحث العلمي لا ينبغي أن تخضع إلى حد ومنهجية تمليها العقائد. جيد، ونحن نتحدث عن التفسير، أسألك يعني هناك مجموعة مناهج لتفسير القرآن الكريم، منها ما هو قديم منها ما هو معاصر، هناك التفسير التجزئي. لا ضير في ذلك، ولكن بشرط يعني هناك دعوة ملحة اليوم للتفسير الموضوعي للقرآن الكريم، يعني والذي من آليتها أن ينظر إلى القرآن الكريم كبنية متداخلة بعضها مع بعض، وكل موضوع ينبغي أن ننظر إليه من داخل البنائية القرآنية.
كل ما هو تقديرك يعني اللي لا ينبغي ان نرفض لا ينبغي ان نرفض اي منهجيه بشرط ان نعتقد ان المنهجيه بذاتها غير معصومه وهي اصلا موضوع للنقد. لا يعني ما هي المنهجيه نوعا ما المنسجمه مع زمننا واحسن منهجيه. يعني اذا عدنا مثلا للطبري او لابن كثير نجد فيه كثير من من القضايا ربما نجد خذ ودع. نعم. كل التفاسير خذ ودع بما انه تفسير ليس نصا. المعصوم والنص، أما التفسير نأخذ منه ونترك، نأخذ ما يناسب عصرنا ونترك ما لا ينسجم مع أوضاعنا. وبالطبع هذا فيه متنفس للعقل. تصور لو أن عندنا قراءة معصومة كما كان الحال في المسيحية في القرون الوسطى. هل ضاق الناس ذرعا بالدين؟ ولذلك الاختلاف أصلا الاختلاف من 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 إرادة الله في الخلق. ولذلك جعل الله النصوص أكثرها تحتمل ظنية الدلالة، أكثر النصوص هي ظنية الدلالة، وحتى النصوص الشرعية التي هي قطعة الدلالة تدور مع المصلحة وتدور مع العلة وجودا وعدما، فلا بد العقل أن العقل المسلم أن يؤدي في الزمن في يومنا هذا هناك الكثير من المشاريع ما يصطلح عليها الدراسات القرآنية المعاصرة والتي سعت وعملت جادة ومجدة في توظيف آليات الدرس المعاصر في قراءة النص القرآني وتأويله يعني من علم النسانيات ومن كل علوم اللغة وعلوم العصر. كل 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 المناهج مرحبا بها، لكن ينبغي أن ندرس الماضي أولا، لأنه قضية المقاربة اللغوية يعني تطرق إليها النحاة واللغويين والبلغاء بما بما ما فيه الكفاية، وهذا لا ينبغي أن نكتفي فقط بما قام به الأولون. يمكن أن ندخل هذه المناهج، لكن بالطبع لا نرفض التقليد الماضي ونقلد الحاضر. أن الذي أدعو إليه أن العقل ينبغي أن يكون يقظا نقاذا لكل شيء، وأن لا يستبدل التقليد بالتقليد، أن يرفض تقليد ما كان عليه الأولون ويقبل كل المناهج من غير تفتيش ولا نقد ولا تمحيص. فلا بد الاجتهاد في المجالين، في الشرع وفي العلوم الكونية. ينبغي أن يصل المفكر المسلم إلى درجة الاجتهاد في اللسانيات وفي الأنثروبولوجيا وفي السوسيولوجيا، فينتقي من المناهج ما هو أصوب. يعني توظيف كل آليات المعاصرة اليوم في قراءة النص الديني بأكمله. وزيد على ذلك أن المنهجية كيفما كانت تخضع إلى أبستيمية، يعني إلى واقع. فإذا تغير الواقع تغيرت الأبستيمية وتغيرت المنهجية. فالسوسيولوجيا في فرنسا تخضع إلى تكوين المجتمع الفرنسي. لا يمكن أن تطبق نفس المنهجية على طيب سيد طارق، أريد أن أسألك سؤال يعني تابع لما قبله. يعني كيف تنظر يعني من جهتك أنت كعالم يعني قادم من خلفية دينية وأنت إمام مسجد من أهم المساجد في فرنسا مسجد بوردو، يعني كيف تنظر للإسلام اليوم سواء الإسلام في الغرب أو سواء الإسلام كذلك في العالم الإسلامي؟ كيف ينظر للإنسان الغربي للإسلام بشكل عام؟ لا يمكن أن نتحدث على المسلمين، أما الإسلام فلم ألتقي به بعد. الإسلام ليس شخصا. نعم نعم. لكن الإسلام يعاش من خلال المسلمين في ثقافات شتى. أيوة، الإسلام المغربي، الإسلام الماليزي، الإسلام الفرنسي، الإسلام كذا. الإسلام دين يسري في الحضارات، متعدد ومتنوع، لكن ليس واحدا. يعني الإسلام ليس واحدا، مصدره واحد وتفاعله مع الواقع متعدد، تجسداته بالطبع متعدد. لأنه لا ينبغي أن 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 نختزل الدين في مفهوم الحضارة. نعم. بالطبع الإسلام أنشأ حضارة الآن. نعم. يستهلك الحضارة. نعم. لكن أقول بأنه الإسلام كفكر عقائدي. نعم. الإسلام كفكر شرعي في أزمة خانقة. العالم تغير وتعولم وتدخلت الثقافات. ما هو السبب في تقديرك؟ أنت عالم دين، ما هو السبب؟ ذكرت منها السبب السياسي، ليس هناك إرادة سياسية في تجديد الدين، لأنه
لان عمر بن عبد العزيز يعني خلينا نتحدث عن ما هو معرفي وابستمولوجي. لا لا ما مرتبط بالسياسه مع الاسف الشديد. طبعا لا بد ان يكون بروجرام برنامج للاصلاح. لا. لان الاصلاح الفردي جيد لكن لا بد ان يكون اصلاح مجتمعاتي منظومة سياسية. لا ولكن هناك دعوات يعني في الزمن القريب يعني مع محمد عبده ومع جمال الدين العفاني ومع كل رواد النهضة يعني بذلوا جهدا كبيرا في هذا السياق. لكن هذا الجهد مع الأسف الشديد انقطع وارتد. فهناك ردة بالنسبة أنا أراها بالنسبة لفكر محمد عبده حتى ابن عاشور كثير من العلماء مغمورون مع الأسف الشديد لا يعرفهم أحد إنما اشتهر من اشتهر لأن هناك وراءه يعني تمويل وكذا وهناك فكر إسلامي كذلك ممول لأن هناك سياسة وراء ذلك فالسياسة موجودة على كل نعم حال. نعم. هل نحن اليوم في حاجة لحركة إصلاح ديني حقيقية؟ بالطبع نحن نحتاج إلى علماء ربيين كما ذكر القرآن لهم قناعة وشجاعة. جعلنا من أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لا بد للعالم من قناعة وعلى القناعة والذي عنده قناعة لا بد عليه أن يصبر على الأذى لا بد من الشجاعة. أما أن تكون عالما تقول ما يعرفه الناس فأنت لست بعالم. كل العلماء الراسخين يعني جاءوا بشيء جديد أربك الناس. فالعالم هو الذي يربك ويخرج الناس من المألوف والأنماط الفكرية. لا العالم الذي يرتل ما يعرفه الناس. تقول العالم أصبح عاميا يتكلم لغة الشرع، عقلية عامية بلغة الدين. العالم ينبغي أن يكون نخبويا سباقا يطرح الأسئلة. دكتور السيد طارق، وأنت تتابع يعني مقتضيات الزمن الحالي اليوم ما يجري يعني في خاصة في العالم الإسلامي من تحولات ومن أحداث ومن وقائع، يعني هناك من يلخص المشكل يعني بأن هذه المنطقة يعني أقصد العالم الإسلامي أن مشكلتهم يعني تكمن في ماضيهم وأنهم ليس لهم استعداد ليخرجوا من هذا الماضي وهو سبب المشكلة. وهذا نوع من السلفية التي ترى أن المستقبل في الماضي. من السلفية موجودة هي واقع اليوم. هي هذه السلفية التي هي ليست سلفية لأن السلف اجتهدوا لعصورهم. عندنا مشكلة مع التاريخ، نظن أن التاريخ عنده سيرورة خطية. نعم. يعني خرجنا من مكة لن نرجع إليها أبدا. وأصبح التاريخ كشريعة، الغزوات والانتصارات وكذا ولا نقبل الواقع. نعم. وبالطبع عندنا مشكلة مع الحاضر لأننا نظن أن مستقبلنا في ماضينا. نعم. وبالطبع هذا التعامل مع الزمان هو الذي جعل المسلمين بعض المسلمين على كل حال بعض المفكرين يجمدون على الماضي. وبالطبع يقول لك قال العلماء ويختفون وراء العلماء ولا يجتهدون رأيهم. وبالطبع هذا التقليد يعني في تقديرك سي طارق نحن في حاجة لتحرير الإسلام وتحرير مقتضيات الإيمان ومقتضيات تحرير الإسلام من المسلمين من بعض المسلمين نتركه يسري في هذا العالم ربما يأخذه قوم يفهمونه أحسن منا ويطبقونه أحسن منا. وأنت سؤال أخير وأنت يعني ملم وقريب يعني بمجال الدين، أنا أقصد يعني مجال الدين بمفهومه العام، اليوم كيف يمكن للدين ان يكون يلعب دور المسالمه والمهادنه والتواصل والتحاور يعني ما بين كل الشركاء؟ يعني الدين حقيقته السكينه وانت والسلام. في فرنسا يعني تأم يعني في مسجد والى جانبك يعني ديانات اخرى وغير ذلك. اظن انه طبيعه الاسلام ان يسالم الناس. ليس في مصلحه دين يحترم نفسه أن يدخل في معركة، لأن الدين جاء لعبادة الله وعبادة الله لا تستقيم في الفتن. أن تتعاطى لمتطلبات الروح والفكر والحضارة. وذلك لا يتم في 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 المصارعة وفي الحروب وفي الفتن وفي إلغاء الآخر. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ليس هناك كتاب ديني يجعل من الاختلاف دليل على وحدانية الله. نعم. ومن آية خلق السماوات والأرض اختلاف ألسنتكم وألوانكم.
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. هذا الاختلاف هو دليل على وحدانية الله. فأظن أن المسلمين يظنون أن الكافر كأنه من جنس آخر، كأنه ليس إنسانا، يستلبون منه إنسانيته. ولكن الكافر إنسان فيه روح وضعها الله فيه، وليس هناك عقل مسلم وعقل كافر. فلا بد من كوننة الإسلام، يعني أن أصبح يعني كوني للناس، يعني أصبح الإسلام يتكلم مع المسلمين فقط. يا أيها الناس ألغيناها، لكن جاء هذا الدين كذلك رحمة للعالمين، سواء الذي دخل فيه أو الذي لم يدخل فيه، هي رحمة مجانية. يعني من إلهية. من المقتضيات المحورية والأساسية للإسلام هي الرحمة، هي أصل، هو الأصل. الأصل هي الرحمة والسلام. أما الفتن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغزو أحدا، يقول المغازي، بل غزي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حورب وجنحوا للسلم، فاجنح لها. يعني من مقاصد الشريعة تحقيق السلام، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن لا يمكن لك أن تختار دينك تحت القهر. فمن طبيعة الإيمان الإسلام هو السلام، أن يكون الإنسان أن يؤمن أو لا يؤمن، هو حر أن تعطي له هذه الفرصة ليختار. في دقيقتين بعجالة أسألك، كيف يمكن تجديد الخطاب الديني في العالم الإسلامي اليوم في نظرك؟ والله سؤال صعب جدا، لأنه مجالات التجديد كثيرة، المجال الفكري، المجال العقائدي، المجال الاجتماعي، المجال الروحي النفسي الصوفي، هناك مجالات كثيرة ينبغي أن يتخصص كل واحد منا في تجديده. ولكن بمقتضى منهجي يعني في نظرك، وأن أن 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 نرجع إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى البساطة، وأن نرجع إلى الفطرة، وأن نرجع إلى الأهم، لأنه ضعنا في الفروع ونسينا الأخلاق التي هي كونية. وجعلنا من الخلاف حروبا ووسائل للحرب. فأظن أنه التجديد ينبغي أن نريده أولا، إذا لم تكن هناك إرادة للتجديد فلن يكون هناك تجديدا. قبل الختم، يعني أريد منك أن تعرفنا ببعض مؤلفات. عندي بعض المؤلفات كلها فرنسية، إلا نظرة عامة حول المؤلفات التي واحد فيه حوار مع عالمة اجتماعية اسمه حكم الله وحكم البشر. حكم الله وحكم البشر، هذا لا زال لم يترجم. لم يترجم. وإمام في فرنسا، هذا مترجم للغة العربية، موجود في السوق. إمام في فرنسا، إمام في فرنسا، نعم. وكتاب حوار مع مسيحي، وكتاب حول الأرض المقدسة. ما هي خلاصة هذا الكتاب إمام في فرنسا الموجود في السوق باللغة العربية؟ وهي تجربة إمام بين جماعة مسلمة تعيش في أقلية في اللائكية الفرنسية، وتجربة فكرية، لأنه الإمام ليس فقط من يدير الشعائر، ولكن من يفكر. وهو إمام في فرنسا كما هو العنوان، هو إمام للمسلمين ولغير المسلمين، لأنه الإمام ينبغي أن يكون في المجتمع يتكلم. جميل، يعني أنت ترى بأن الإمام يعني في الدين أو في المسجد ينبغي أن يكون إمام للجميع. هو الدين جاء للجميع. جميل. وأصلا ولا يمكن للفكر الإسلامي إلا أن, 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 أن يتطور. يعني الإمام المسلم في المسجد فهو إمام لكل الأديان، تستدعى لتتكلم على الإسلام. هذا جميل ورائع، ربما غير مسبوق، وهذا واجب. وهي في الحقيقة الوضعية في الغرب وضعية فريدة، لأنك تتكلم مع المسلمين ومع غير المسلمين في آن واحد. فلا بد من أن يكون خطابك لا بد أن يكون خطابك كونيا، تتكلم مع الإنسان مسلما كان أم غير مسلم. ولكن هذه معادلة صعبة جدا،
لأن ما يرضي غير المسلمين قد يخدم غير المسلمين في الاختيارات العقائدية وفي الاختيارات الشرعية. أولا يعني على حسب تحليلك ومنهج رؤيتك بأن الإسلام جاء للإنسان أنا هذا جمعاء وخطاب لكل الناس والله لكل الناس ورب العالمين أصبح رب المسلمين ورب المسلمين أصبح رب العرب ورب العرب ومن هنا فرجل الدين وعالم الدين البغى أن يكون للجميع وكذلك أن الله للجميع لماذا اختزلناه وأبعدنا الناس عنه لابد أن يكون هذا الله اللي هو رحمة للعالمين لابد أن يعيشه الناس من خلال رحمتنا معهم نعم نعم سيد طارق أبو استمتعنا كثيرا بهذا الحوار الجميل والرائع معك شكرا على الاستضافة كثيرا على أمل اللقيا واستضافة مرة أخرى إن شاء الله نظر الكرام شكرا لكم على المتابعة دامت لكم مسرة القراءة والاطلاع والبحث والسؤال مع تقدير محبتي لكم وهذا مليح صابر يحييكم من مدينة الجديدة إلى اللقاء